الآن ننتقل إلى واشنطن وإلى مظاهرة أيضا ضد الحرب في غزة وداعمة لفلسطين مع مراسلتنا ريما أبو حمدي. أهلا بك ريما، ما أبرز شعارات ومطالب هذه التظاهرة وإلى من توجهت بها؟ يعني هذه التظاهرة تأتي اليوم في الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية، على الأقل هذا ما قاله المتظاهرون والمنظمات الداعمة أو المنظمة لهذه التظاهرة لدى تنظيمها والدعوة إليها. المتظاهرون تحدوا هذه الأمطار، تحدوا الأوضاع أو الأحوال الجوية، وخرجوا بالمئات إلى الشوارع أمام الكونغرس الأمريكي. واختيار الكونغرس الأمريكي وليس البيت الأبيض لهذه التظاهرة يأتي لأن الكونغرس قبل أيام، مجلس النواب الأمريكي بالتحديد، قام بتمرير مشروع قرار يمنع الرئيس الأمريكي من حجب أي مساعدات عسكرية أمريكية إلى إسرائيل. المتظاهرون هنا يحملون لافتات تطالب بأولا وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ولكن أيضا يريدون من الإدارة الأمريكية وقف هذا الدعم المستمر وغير المحدود وغير المشروط لإسرائيل، ويندّدون مشروع القرار الذي أقره مجلس النواب الأمريكي والذي تم إرساله أو إحالته إلى مجلس الشيوخ الأمريكي. المتظاهرون أيضا يقولون أن النكبة الفلسطينية مستمرة للسنة 76 على التوالي، وأنها لم تبدأ فقط منذ 7 أكتوبر أو بعد 7 أكتوبر، ولكن هذه التظاهرة هي استمرار أيضا لرفضهم لهذه النكبة الفلسطينية، رفضهم لاستمرار لرفض للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وللمطالبة بالمجتمع الدولي بوقف الدعم المستمر لإسرائيل، خاصة وأن الإدارة الأمريكية لا تضع أي شروط لا على المساعدات العسكرية ولا على المساعدات الدبلوماسية والسياسية المقدمة لإسرائيل. عندما نتحدث عن الدعم الدولي أو عن المجتمع الدولي هنا، يقولون أن الأمم المتحدة لديها مسؤولية لوقف المجازر التي تحدث في قطاع غزة المحاصر كما يقولون، خاصة وأن الولايات المتحدة تستخدم حق النقد الفيتو ضد الفلسطيني أو ضد أي مشروع قرار لحماية الفلسطينيين، وبالتالي المجتمع الدولي في الأمم المتحدة عليه مسؤولية حماية الفلسطينيين. التظاهرة كما قلت هي استمرار لتظاهرات مستمرة في شتى أنحاء الولايات المتحدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. يقولون أن كل الأعين الآن على رفح، يريدون من الإدارة الأمريكية وقف كل أشكال الدعم لإسرائيل، وفي حال لم تتوقف عن ذلك فإن هذه التظاهرات في الشوارع مستمرة، كما رأينا الجامعات الأمريكية حتى وإن تم وقف أو هدم وفض الاعتصامات داخل الجامعات والحرم في الجامعات الأمريكية، التظاهرات لم تتوقف سواء أمام الجامعات أو كما رأينا في خلال حفلات التخرج. الآن يقولون هنا أمام الكونغرس الأمريكي هذا جزء من هذه الجهود لوقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل وللتنديد بهذا الدعم، وكما يقولون بالمجازر الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة الغربية. يقولون أيضا أن يعلمون أن هذه الإدارة لن تتوقف عن الدعم، ولكن يقولون أنهم هنا لتوجيه رسائل بأنهم هم الآخرون لن يتوقفوا عن مثل هذه التظاهرات طالما لم يتوقف الدعم. ويقولون أيضا أن الحسم سيأتي في نوفمبر لدى عقد الانتخابات الأمريكية، حيث يقول هؤلاء المتظاهرون هنا أن تصويتهم سيذهب لأولئك الذين لا يدعمون المجازر ولا يقدمون دعم غير محدود وغير مشروط لإسرائيل، وأن لديهم كما يقولون وكما تظهر استطلاعات الرأي لديهم أرقام مهمة يحتاجها كل مشرع أمريكي ويحتاجها كل مرشح أمريكي في هذه الانتخابات، وبالتالي عليهم الاستماع لصوت الشارع الأمريكي عندما يقول إنه يرفض هذه المجازر بحق الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك ريما أبو حمدية من واشنطن على كل هذه التفاصيل.